المقارنات. كنت هقولها دلوقتي. الامهات اللي بتقارن ولادها يعني بولادها. يعني انا بقى من الناس اللي عندي في العياده بشوف بسمع اللي ما يخطرش على بال حد. يعني تخيلوا مثلا طفل في اولى تانية تالتة ابتدائي يتقال له انت فاشل، مش عارف مين اشطر منك، مش عارف انت ما بتفهم، كم كلام سلبي. طب انا بقول لهم انا لو مكان الطفل ده، لو انا هقرر ابقى شاطر وناجح، لا انا مش هبقى، مش عايزه ابقى كده. لا ما هو انا مش بقول كده عشان ده كلام سلبي، ده انا بقول كده ده تحفيز. لا هو انت مش انت المفروض تذاكر زي صاحبك. لا خالص، ده مش ده مبدا الامهات. لا. انا كده بشجعه لما يشوف صاحبه بيذاكر، او انا اقول له ان صاحبك بتذاكر، صاحبك طالع الاول، انت المفروض تبقى كده. انا بالنسبه لي ده كلام تشجيع، ده فكره الامهات. لا انا اسفه بقى لكل الامهات، يعني دي برافو عليك. انا عاجبني السؤال ده، بتعملوا كارثة. دي كارثة. ده انا كده بعمل هدم. عارفه زي البيت كده، العماره اللي ببنيها، انا لسه ببني، وبعدين يجي فجاه كده الكلمه الواحده من الكلام اللي حضرتك قلتيه يهد اجدع طفل. يعني أجدع ده ما يشجعش. لا طبعا ما الولد يشجعش. مثلا انا اتشجع، عايزه انا اغير من صاحبي، فخلاص لا انا هذاكر زيه وهعمل زيه، فده يبقى تشجيع مش احباط. انا عايزه اشجع بقى بجد، اعمل ايه؟ اقول له او اقول لها انت اشطر بنت في الدنيا، وانا مش عايزاكي تطلعي زي حد، عشان انت فريده من نوعك، انت مختلفه بطريقه الالقاء. هو ده بقى التشجيع. لو احنا بنتكلم في تشجيع اللي حضرتك بتقوليه ده هدم. يعني ارجوكم بلاش تعملوا كده. طب اشجع ازاي؟ احفز ازاي؟ اجيبه احطه قدامي واتكلم، ايا كان سنه ايه او سنها ايه، انت مختلف عن غيرك. انت عندك حاجات تميزك عن غيرك. ما هو كل طفل عنده اكيد ويك بوينت، اكيد، بس عنده حاجات تانية ترفعه. انا مش عايزاكي وكلمه كده في ودن كل اب وام اكتر. يعني دايما قولوا لاولادكم وبناتكم انا مش عايزاكي تطلعي الاولى، انا مش عايزاك تكون ازاي الأول. يعني احنا بنذاكر وبنروح كورسات وازاي ما تطلعش الاول بقى، وانا طول النهار قاعده جنبك ومش مخليك محتاج حاجه. لو بس نص درجه دي كارثه. دي كارثه ازاي؟ عشان كده بنسمع على حالات الانتحار اللي بتبقى في ثانويه عامه. ليه بقى؟ ضغط عالي. عشان من دلوقتي احنا ما علمناش ولادنا ثقافه انت مش لازم تكون الاول، انت ممكن تكون نفسك. عارفين ايه المشكله؟ اني انا مثلا كحد كان نفسي ابقى كذا، فانا مستني اشوف ابني يبقى كذا. أيوة. اللي انا ما عرفتش اكونه فشلت فيه، انا عايزاه هو يعمله. دي كارثه. وللاسف احنا مش داريانين ان احنا بنعمل كده في ولادنا. يجي بقى وقت الامتحانات، اقفل موبايل، اقفل تلفزيون. ده في امهات بتاخد اجازات من اشغالها. ايوه. عشان تقعد. يعني يا جماعه لا، غلط، مش كده. أيوة. خالص. بشوف ناس بتاخد مثلا اجازه اسبوع عشان وقت الامتحانات، ومفيش زيارات، وهات بقى الموبايل، ومفيش تمارين، مفيش اي حاجه، وفي وقت المذاكره. صح. هو ينبغي ان تفعل هذا ولا تترك تلك، اللي هو هنذاكر وهنعمل كل حاجه، بس مثلا بين كل 50 دقيقة مذاكرة 45 دقيقة مذاكرة ناخد مثلا 50 دقيقة مذاكرة؟ ده بيبقى فيه 3 4 ساعات مذاكرة. لا لا لا، بريك 10 دقايق. هو كده يا دكتور ان احنا الفشل بتاع ولادنا بنحس ان احنا اللي فاشلين. احنا اللي فشلنا. أيوه. هم نجحوا يبقى احنا اللي ناجحين. أيوه. دي بقى المشكلة كبيرة. دي بقى عوامل الزمن. اني انا كان نفسي اكون كذا فبحقق كل طموحي في ولادي. طب ما هو مش ملزم. مع كامل احترامي لكل امهات واباء مصر، انا ابني وبنتي مش فار تجارب، هم مش صحيح. ملزمين يكونوا انا ومن صغرهم. يا دكتور انت عارفه اللي هو من صغره بغرز فيه انت طالع دكتور، في حد انت من طالع مهندس. كان عامل تجربه وفاكر ان هي صح، بس انا اعترض عليها كل الاعتراض. اللي هو مصنف الـ الاطفال الصغيرين بتوع كي جي واولى تانية ثالثه ابتدائي، مش عارف دكتوره فلانه، باش مهندسه فلانه. لا يا جماعه ده غلط، ما تسيبوا لهم العنان. ما هو في مهن يمكن تكون طلعت على ايامهم، احنا لسه كل شوية الزمن بيتطور وبتطلع حاجات احنا ما نعرفش عنها حاجة. يعني احنا ما بنفكرش، ده بقى من جبروت الاهل، احنا ما بنفكرش حتى نسأل ولادنا هم طموحهم ايه. لا مش هنسألهم، ما احنا اللي بنتعب. احنا بصي فكرة لو سألنا، انا مرة شفت طفل بيقول انا عايز اطلع شيف. الاهل بقى بهدلوه، اطلع شيف ايه انت ازاي يعني بتقول كده. انا مرة ولد جي قال لي كده انا عايز اقول لك سر، ولد ما كان كي جي 2، فبقول له اتفضل. راح قال لي انا نفسي
اطلع مدير اوتيل. فاللي هو قعدت اضحك قلت له طب ما دي حاجه حلوه كويس. بس اوعي تقولي لمامي. فبقول له ليه يعني؟ راح قال لي هتزعق لي ليه؟ عشان هي عايزاني اكون انجينيرنج. طب يا حبيبي لا مهندس. لا مفيش عادي انت قول اللي انت عايزه. لا 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 بليز ما تقوليش لمامي. فاللي هو انا احترمت ده وسكت. بس بصوا احنا موصلين ولادنا لايه خايف يقول اللي نفسه فيه يقول رغبته.